تحت شعار طموحي أكبر وأقوى من إعاقتي، وبمدرسة الخنساء للتعليم الأساسي بمدينة ودان، اختتم المخيم الصيفي الأول المدمج للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مع عدد من الأطفال. فكرة هذا المخيم هو الدمج الصحيح لذوي الاحتياجات الخاصة مع أطفالهم الأسوياء. طبعا الدمج احنا خديناه من فكرة اللي هو دمج الأطفال في التعليم، لكن احنا خدينا الدمج في بصفة عامة في اللعب وفي المناشط الاجتماعية والرياضية والثقافية. هذا المخيم الذي يأتي بشكل ومحتوى النوادي الصيفية ركز بشكل كبير على فكرة تقبل الأطفال من فئة ذوي الاحتياجات واندماجهم فكريا وعمليا وثقافيا مع الأطفال، وأن يكون الناتج والمحصلة هو تطور وتنمية القدرات الذهنية والبصرية. حفل الختام ركز على بعض الألعاب الرياضية التي تتماشى مع مشاركة الفئتين معا، وكذلك معرض لرسومات الأطفال خلال تدريبهم طوال أيام هذا النادي، بالإضافة إلى مشاركة مميزة من طلبة أحد الكليات بمدينة ودان بعرض مسرحي قصير جسد ولامس معاناة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة. أول شيء معرض بسيط لما قدمه الأطفال من مجسمات أو من صور، سواء في الرسم أو في الترسيم، وعندنا بعض الأبداعات الشعرية تحكي عن معاناة الطفل المعاق، ومسرحية أيضا تجسد أسرة عندها معاقة ما تبيش تطلع الوجود. لما سمعوا حكاية أن الطفل ستدعم الدولة بمبلغ من المال، أصبح كل الناس تجري وتقول أنا عندي ولد معاق. هذه رسالة بنوصلها للأهالي. فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فئة مميزة ورائعة، وتحتاج فقط لمن يفهمها حتى يجعل من إعاقتها طاقة وقدرة وفائدة للمجتمع الذي يجب أن يعيش فيه الجميع بشكل متساو وعادل.